قصة الأنبياء. بدأت القصة مع سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء لما سمعوا لصوت الشيطان أكثر من صوت الله سبحانه وتعالى، وما أطاعوا الله، والعلاقة المتينة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان انقطعت. كانوا أول من اختبروا الخطية، والموت هو نتيجة الخطية. حاولوا يغطوا أنفسهم بأوراق الشجر ويغطوا عورتهم، لكن الله سبحانه وتعالى ما فرح بالطريقة اللي فكروا بها، عشان كده غطاهم الله بجلد حيوان. والله سبحانه وتعالى نفسه كان أول من ضحى بحيوان عشان يغطي العورة بتاعتهم. ولد سيدنا آدم عليه السلام ولدين، قائين وهابيل. قدم قائين تقدمة لله سبحانه وتعالى من ذرعه، وهابيل قدم ذبيحة حيوان، ذبيحة دم. قبل الله سبحانه وتعالى ذبيحة هابيل، أما ذبيحة قائين ما قبله. ليه؟ لأن أجرة الخطية هي موت اللي فصلتنا عن الله سبحانه وتعالى، ولازم ندفع ثمنها بحياة. غيرة قائين قتلت هابيل وشالت مجموعة كبيرة من الناس معاهم للظلام، وبمرور 100 سنين أصبحت الأمور صعبة، وقرر الله سبحانه وتعالى إنه ما في أي زول يستحق يعيش على الأرض، ما في ولا زول إلا سيدنا نوح عليه السلام وأسرته. طلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا نوح عليه السلام إنه يبني سفينة كبيرة، وطلب منه أن يكلم الناس بالرسالة دي: يوم الدينونة جاي، وهناك طريق واحد للهروب ولقبول الرحمة من الله سبحانه وتعالى، السفينة. استهتروا الناس بسيدنا نوح عليه السلام لحد ما الرعود بدأت في السماء. نزل المطر من السماء وكمان من الأرض من تحت، والناس ما كانوا مستعدين لكده. قتل الطوفان كل زول وكل حيوان، ومات كلهم بسبب خطاياهم. ما نجا ولا ذول غير سيدنا نوح عليه السلام وعائلته والحيوانات اللي خطاها الله سبحانه وتعالى في السفينة. وبعد ذاك يا سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، طلب منه الله سبحانه وتعالى أن يقدم ابنه ذبيحة له على الجبل. ما عجب سيدنا إبراهيم عليه السلام الأمر ده، لكن أطاع الله سبحانه وتعالى، برهن عن إيمانه وأخذ ابنه على جبل موريا. ولما بدأ سيدنا إبراهيم في تقديم ابنه، وقف الله سبحانه وتعالى وقدم له خروف بدل ابنه، وفداه بالخروف ورجع له ولده. دم لأجل دم، وحياة لأجل حياة. وبعد 400 سنة رسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام عشان يطلع شعب إسرائيل برا مصر. ما عجب فرعون مصر الكلام ده، عشان كده عاقب الله ب10 ضربات. وفي الضربة العاشرة رسل الله سبحانه وتعالى ملاك الموت عشان يقتل أول بكر في كل بيت. وإلا إذا قدموا الناس خروف كذبيحة ووضعوا دمه على عتبة باب بيتهم برا، بيشوف الملاك الدم ويعرف أن الأولاد الجوا فدوهم بذبيحة. لو أطاعوا اليهود والمصريين والعبيد والأحرار أمر الله، فأكيد هم حينقذوا أولادهم، وإلا حصلت المصيبة في اليوم ذاك زي ما اتنبأ لهم موسى. بكاء وصراريخ في الأسرة الرافضين لرحمة الله سبحانه وتعالى. وبعد ذاك أعطى سيدنا موسى عليه السلام الشعب كتاب التوراة، ومن خلاله حدد الله سبحانه وتعالى الطقوس لغفران خطايا الناس. يقدم الخاطي ذبيحة حيوان للشيخ الكبير، وبيخط يده على رأس الحيوان، وبيدل على أن الخطية والعار يتشالد منه ويتخطط في الحيوان. وبعد كده يضحى بالحيوان بدم المسفوك، وخطيته تكون اتغفرت. تبع النبي داود والأنبياء عليهم السلام والتوراة اللي اداها لهم سيدنا موسى، لكنهم كانوا بيتسألوا: هل دم الحيوانات ممكن يغفر خطية الذل؟ أو هل في أي علامات ورموز بتوري عن المستقبل؟ اتنبأ النبي داود عليه السلام بمجيء واحد، ملك عيسى عليه السلام من نسل النبي داود عليه السلام، وهو حيحكم ويملك بقوة،
وبيكون رجل متواضع وقلبه فيه الرحمة. هو سيدنا عيسى عليه السلام، بلا خطية، كامل، طاهر، بريء، يتألم ويموت، يكون تضحية غالية، وحيكون الضحية العظمى. اتولد سيدنا عيسى في ذريبة، لأنه ما في زول عنده له مكان. ولد من عذراء، ولد طاهر، ملك لكنه فقير، من نسل النبي داود عليه السلام. جوه رعاه فقراء من منطقته، وكمان رجال غنيانين وحكيمين من الشرق، عشان يكرموا الطفل ويعترفوا بأنه هو فعلا المنتظر المسيح عليه السلام، البيه وعدة الكتب السماوية. بشر سيدنا عيسى عليه السلام بالمحبة والحق والسلام والتواضع، كان نجار متواضع لكنه برضو فيلسوف شديد، يتضايق من المنافقين الدينيين اللي بيهتموا بالطقوس أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى. أحبوه المتواضعين والفقراء والتائبين والخطاة، شفى الأطرش والأعمى والأبرص والفيهم شواطين، حتى اللي كانوا ميتين رجعهم للحياة. راجل ما عنده بيت وهو معلم متنقل من مكان إلى مكان، شجع محبي الله إنه يعيشوا حياة كاملة. كما إنه سيدنا عيسى عليه السلام بنفسه دعا الله سبحانه وتعالى أبوه، وبين كامل القدرة للإنسان بأنه بحبه زي أبوه. حب الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس أبناء له، لكن كان في مشكلة، كان الناس مليانين بالخطية، والله سبحانه وتعالى هو قدوس. خطية الإنسان بدأت مع أبونا آدم عليه السلام، وهي فصلت الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام كان عارف شنو بيعمل عشان إنه يرجع الإنسان، ويتنبأ سيدنا يحيى بسيدنا عيسى عليه السلام وقال: شوفوا ده حمل الله سبحانه وتعالى الحيشيل خطايا العالم. عيسى هو المسيح عليه السلام المختار، يكون الذبيحة العظيمة. المسيح ما أخطأ أبدا، كان قدوس وطاهر وكامل ومختار عشان يدفع ثمن الخطية. البريء بدل عن المذنب، والقدوس الأوحد يد جدد بدل عن الإنسان المذنب. عمل كده عشان الله سبحانه وتعالى، عشان يدفع ثمن خطية الإنسان، وعشان يحررهم من عبودية الخطية، وعشان يرجع لهم الخسر آدم عليه السلام علاقتهم القوية مع الله سبحانه وتعالى. ما سيدنا عيسى عليه السلام على الصليب ما بسبب اليهود ولا بسبب الرومان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له كده حبا للإنسان. ضحى الله سبحانه وتعالى بعيسى عشان يتم ما كتبه الأنبياء، إنه حيبقى حمل الله سبحانه وتعالى البيه، حيرفع خطية العالم ليك وليكي ولي. لكن ما وقف على كده، بعد 3 أيام الله سبحانه وتعالى قوم عيسى عليه السلام من بين الموت زي ما وعد الناس اللي آمنوا به، وهم كمان حيرثوا الحياة الأبدية. بعد ذاك وعد عيسى عليه السلام أتبعه إنه حيجي تاني، لكن المرة دي قاضي وملك. المسيح عليه السلام هو هدية الله سبحانه وتعالى للإنسان، وإنهم ما حيموتوا في خطاياهم وما حينفصلوا عن الله سبحانه وتعالى، لكنهم من خلال قبول تضحية عيسى عليه السلام بيقدروا إنه يرجعوا العلاقة كويسة مع الله سبحانه وتعالى. لكن زي الهدية ما حتكون حقتك إلا لما تجي وتشيلها وتقبلها.